السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه انمال فاكتوري اليوم معنا المربي والهاوي فهد العساكر حياك الله اخوي بوليد الله يحييك أهلا بالحبيب شو طيب بس طيب. طيب. اللهم لك مشكور حينتنا. على استضافتك لنا يا حياكم الله محلكم ومكانكم الله يسلمك حياكم لك الله حبيب. طبعا اخونا بوليد ما شاء الله متميز بالمعزه الملاوين ما شاء الله تبارك الرحمن عنده انتاجيه ومعزه ما شاء الله جميله كلش عسى الله يبارك لك الله يبارك فيك الله يسلمك بوليد كلمنا بالبدايه عن بداياتك وشلون هويت هالمعزه هذه بدايتنا تقريبا وانا عمري يمكن 14 سنه او 15 <applause> والعائله كلها تربي المعز من اول يعني من السبعينات تقريبا <applause> يربون الشاميه متخصصين والناس كلها تعرف ان العائله مشهوره بتربون ماعز الشامي <applause> فواحد من اصدقاء الوالد يربي معزه العوارض اهدانا انا واحمد اخوي جفرتين اللون اربش عوارض، شلون عوارض شلون انت عكس العائله ما يسيق. قلت له هذه احنا هويناها خلاص إيه؟ ربيناهم صغار وكبروا ومن هالجفرتين عاد يعني طلعنا بالمعزل العوارض ما شاء الله عسى الله يعني الله. الوالد شاميات وما زال شاميات بس انه احنا طلعنا بالعوارض اها طلعتوا بالعوارض وش وقلت لي بالبدايه بلشت بالاربش اي معزل ربش وحده برقه اذكرها جفره برقه وجفره ربشه من احنا نشكر اخونا بعد صالح نويف إيه؟ قبل يمكن عشر 15 سنه الحكي إيه؟ اهدانا اياهم الفار ومن هذا استنينا بالهوايه ليومك. ما شاء الله. طبعا رحنا مني ومن هناك وشرينا تيوز شرينا من السعوديه واسس بعدين قلبنا على المعزه الصفر. المعزه الصفر. اي اول كان اساسنا ربش. اها وم. بعدين دشينا على الصفر. صار لكم بالمعزه الصفر؟ المعزه الصفر تقريبا ثلاث سنين. من ثلاث سنين. إيه شرينا فحل من ال بيعة العناز ب 1700 دينار جفر اي ما شاء الله حتى قال منو يشتري جفر اصفر ب 1700 يبا شرينا وخلاص دخلنا المراح كان كل المراح ربش في صفر ثنتين تقريبا وشرينا على اساس التيس احمر واصفر من فئه الملاوين وشرينا حتى ما كان في الموروث الشعبي ما كان في فئه الملاوين موجوده صح وكان فئه الملاوين لما تدش المزاين يعني ما ما يفوزون حتى لو اطيب من الاربش كالاربش هو اللي مسيطر ويحق له الاربش والربشه هي الاساس طبعا الربشه اللي هي الاساس هذا ما شاء الله نقول اللي طوروها 30 أيه طورو. سنه تقريبا وهم يطورونها الناس وتعبانين عليها أيه الصفره صار لنا يمكن 10 سنوات تقريبا الناس تهتم فيها يعني اي ما شاء الله فكل ما يدشون مزاين اهل الصفر كانوا قليلين جدا يعني اهل الصفر حزتها يدشون يطلعون يطلعون برا ما يصير مع ان الصفره موجوده من الاساس من اول يعني في ناس تقول يعني اهل الربش يقولون ان الصفره مو من مو من من الربش في تصاوير قديمه تثبت ان الصفره موجوده من موجوده كانت موجودة, 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 موجودة من, من, فئه العوارض وانتم طورتوها اي طوروها ما كل شيء ما كل شيء تطور تطورت يوم اهتموا فيها الناس بدات شوي الصفره يطلع فيها زين طبعا الربشه ترى متقدمه علينا يعني درجات كبيرة والحين ما شاء الله جهد الشباب بالكويت هنا والمنتجين أسسوا صح وربوا صح وركبوا يعرفون شلون يركبون يعني أغلب شيء خذوا من الربش الناس يوم خذت من الربشة صلحت بال وما شاء الله حتى باسعار الصفر طاروا عنه الاسعار الربش اي لها فتره ارتفعت وصارت لها هوايات يوم دشت المزاين اقول لك انه يعني يوم شرينا الفحل هذا حطوا مزاين الملاوين عقبها بست اشهر صح حطوا والمهم قلنا شارك نشارك ويلا شارك ما ندري يعني احنا شرينا فحص صدق طيب وغالي والناس حتى الناس ما تدري ان عندنا التيس هذا موجود شريناه وعلى قولتهم سكرنا عليه وخليناه بالمراح شوي شوي شارك لا تشارك شارك لا تشارك سجلنا المزاين اللي هو ولد السير؟ السير هو السير نفسه السير ولد اطلس خذيناه من بيعه العناز ب 1700 هو جفر ما شاء الله ايه ما شاء الله اه انتاج محمد النجراني اي ما شاء الله خذينا التيس اه. ودينا المزاين دخل المزاين كانوا يعني تقريبا مشاركين 30 تيس او أربعين تيس عدل دخل كان ثني ويطلع الثاني فجاه ما شاء الله اي دش المزايا وقالوا ان هذا مرشح 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 طلع الثاني عقب هذا ردينا والسنه اللي وراها نشارك يعني طبعا اول ما خلينا نتكلم عن انه حطوا فئه الملاوين مم. أي يعني اول ما كان في فئة الملاوين صح عشان كذي ما لم يشارك حتى لو تيس طيب بس ما تقدر تشارك مع الربش لان ل... لان ماكو فئه إيه تقصه مو موجوده اي اهل الربش عندهم قناعه أن ما تطلع الا الربشه الصفرة ما اطلع وحطوا لنا فئه الملاوين جزاهم الله خير الموروث الشعبي ودخلنا السنه الثانيه دخل التيس وهو رباع ويطلع اول شيء طلع الاول على يمكن هم 40 تيس مشاركين طلع الاول على تيوس ووايد وكذي وعقبها طلع الاول بعدها بسبع شهور تقريبا او ست شهور بعناه ب 10500 دينار ما شاء الله على صراحة الشامري وما شاء الله عندكم تمساع ور يتنور صورنا مساع بناته أه. اغلب بناته صورناهم أه. صورنا واحد من عياله يعني أي. في شبه منه طبعا التيس ذاك اسطوري ما في اي ما شاء الله تبارك الله. ما في تيس مثله أه. لليوم يعني على قولتهم الزين سنين يالله يطلع يلا طفره يلا. الطفره أي. الجنيه هذه ما, ما تطلع بالساهل ان شاء الله اسال الله يعوضك الله يعوضك ان شاء الله بنشوف هذا شاء الله سمعناها الطفرة. من يعني اللي ربوا قبلنا أي. الطفره تطلع بالسنين تطلع وحده حتى يعني لو تروح حق يعني واحد راعي شاميات مثلا تقول له انت شاميات اقدم هوايه بمعزه تسالهم تقول له شنو قال والله تيس واحد فلان الفلاني وتقول تيس يعني ثلاثة تيوس اربع تيوس من من 30 سنه اللي تطلع بالهوايه فالسير بهوايه الصفرة هذا اللي انا اشوفه وراي الناس كلها الطفره الجينيه هذه يمكن تطلع يمكن ما تطلع وان شاء الله تطلع باذن الله وان شاء الله تطلع وان شاء, شاء الله بتطلع عندك وبنشوفك ان شاء الله الله يرحم والديك ووالديك، وكلمنا شنو اللي يميز هالمعزل العوارض؟ شنو مميزاتها كشكل عام؟ اول شيء اول نقطه الجرب م. جسم مثل ما شفت م. عرض يعني ما تكون سخيفه العرضيه اهم شيء انها ما تكون سخيفه لان هي في فرق عن الشاميه والضروبة إيه؟ لما تصير عرضيه سخيفه ما تسمع عرضيه. ما تسمى عرضيه. إيه؟ اول شيء العرض. العرض فيه؟ والفراسن ضخامة الإيد تصير ضخمة <مأ> آه الراس طبعا <مأ> الرقبة الاشعارة <مأ> شيء أساسي الشيء الأساسي الأساسي هذا اللي ما تكون العين صفرة العين صفرة أهم شيء <مأ> أهم شيء بالعرضية بالمزاين إذا دشت والعين مو صفرة تطلع برا تطلع برا برا مادش آه. مادش. ما تدش التحكيم ما تدش عين صفرة <مأ> لازم تكون العين صفرة <مأ> وطبعا الراس مثل ما قلنا مشرب عرض المشرب يعني يسمونها طيحة المشرب كذي وطول الراس وخرعت الاذن طلعت الاذن منبتها عاد في عاد السوالف هذه أيوة في ناس عندها اذواق انت عارف أيوة بعد طبعًا التربيه أيوة. بكل هوايات أيوة. واحد عنده ذوق بالكروش يحب العنز المكرش أيوة. يعني ما نقول عيب اذا بدون كرش انت ما شاء الله. أيوة. الله انت أيوة انا احب الكروش أيوة. السير يعني ينتج كروش بطون أيوة. وشعره حلوه واجسام أيوة. كل الجرو انا السير يمتاز بالجروم وكبر الراس كبر أيوة. حجم الراس قدام وصلنا أيوة. حق الانتاج تكلمنا عن انتاج المعزه وشلون مراعاته هنا عندنا بالكويت انتاج المعزه سهل يعني ما يبي له صعوبه شنو يعني قصدي قصدي بالانتاج المعزه اللي هي ولاده كل سنه لا ولاده اللي, هي شلون تحافظ عليها لا تولد. المكان المناسب لها نقول انتاجها سريع المعزه والحين بعد هذا التطور الطبي اللي عندنا مع السونارات اول ماكو سونارات ايه؟ السونارات والفحص يبين لك التهابات والمشاكل اللي بالارحام والادويه اللي موجود متوفره تعالج الارحام ومشاكل الارحام فسهولة سهوله يعني الحمد لله يعني ما شاء الله يعني الامور جداً جداً طيبة جدا جدا الامور سهله في سالفه الانتاج الله يبارك لكم الله, الله يبارك عليكم بس سعر. يبيلها مجابه على بسيط م. وسهله سالفه الانتاج ونقول ونقول هم بعد بالبرد شوي يعني تحاورون تدارونها اي البرد بس لا تداري ترى المدارات الزايده هي اللي هي اللي تذبح اللي هي تذبح ايه. فانت بين البينين بين البينين تخلي لها انه بس انه يعني ما شاء الله احنا نشوف مكانك ما شاء الله دائما انه مفتوح أي هل هو لا تسكيره شيء لا اذا في اولاد ادخلهم بالليل عندي آه. مكان ادخلهم فيه الصغار اول ايام بس دائما يشرب الحليب يعني عن هوايه دائما يشرب حليب خلاص ما يضر البرد ما ما يضر إيه وندخل برد الشديد لازم ندخل داخل مع آه. الرطوبه والمطر لازم ندخله داخل عندي غرفه خاصه احط لها ارتبها المكان واحطهم داخل وعند... صغار بس الكبار ما اخاف عليهم وسولفت لي عن الامراض قلت لي في مرض عندكم شوي ذابح اهل المعزه اللي هو القمل القمله اغلب شيء اذيها م. يعني اكثر شيء اذي العنز معروفه القمله لها ادويه هم الحين متوفره مبيدات ترشها م. في كذا نوع من الادويه المبيدات ترش كل واحد زين انا جربته صراحه اي ما شاء الله تبارك الرحمن وهل انتم للحين قاعد تطورون فيها شنو اللي وصلتوا له يعني نقول اللي هو طبعا كل نقول أهم المعزه فيها تهجين م. نقول لازم التهجين لو مو يعني التهجين الحسن على قولتهم اي التهجين الحسن التهجين الحسن لو ما وجد كان العنز لحين على وضعها قصيره وصغيره العرضيه مالت السبعينات تبي تتكلم لو عليها مركبين عليها بنفسها ما, ما طورنا شيء أه. فالتهجين الزين هو اللي طور الهوايه هو اللي يطور وفي تهجين سيء طبعا هذا لا يهدم الهوايه الصراحه يهدمها اي يهدمها يهدم ما يعني م. الاساسيات كلها تروح كلها تروح بالعادل. الاساسيات أي. من اهل الموضوع وقلت لي اذا اذا صارت عيونها بيضة تطلع يعني نقول أوه. خلاص نقول مو بس بيضة لحم. يسمونها الزهار مم. لو فيها شهال تطلع برا لو في... لازم صفرة عين شهال شهال تصير شوي زهر مثل الزهر آه خفيف الصفار أه. مو اصفر اصفر مم. لازم يصير اصفر كامل ما في شيء ما في شوائب على قولتهم ما شاء الله ما شاء الله يبارك الله يبارك فيك ان شاء الله ما شاء الله وانت سولفت لي على المشاركه بس إن, إن نقول لو... الناس الحين لو بتجهز حق المعزه انت بتجهز حق المشاركه لازم تجهيز شو كل حتى اهل الخيل العربي يجهز اكيد طبعا التجهيز شيء اساسي ما شاء الله اهل الحلال نقول كلهم يجهزون صح بس احنا نبي منك المعلومه اللي هي شلون تجهز المعزه حق المسابقه او حق السوق او حتى لو بعرضها حق الناس صح اي اول شيء الغسيل تهتم بالغسيل مضبوط والعلف طبعا شيء اساسي. فيها اعلاف الحين متوفره مثل الاعلاف الامريكيه الحين قاموا يبون شغلات مميزه الصراحه. اعلاف امريكيه جاهزه خالصه. جاهز كامل خلطه تحطها حق الحلال. والمعزز كثر تعطونها الاكل؟ يعني نقول صبح وعصر يعني ولا ثلاث مرات؟ لا الصبح علفه معينه. أي؟ يعني برسيم نعطيها الصبح. عن نفسي ترى في ناس تختلف عني بس اي اكيد بس بس لكن احنا يعني نبي, الأساس. نبي, نبي, نبي المعلومات واللي هي الاساسيه نقول. برسيم الصبح يعطونها تريقها على قولتهم. وفي ناس يحطون شعير اذا يبون يسمنون المطافيل تحط لها شعير شوي اما اذا خاليه لا بس بسيم كافي العصر هي الوجبه الرئيسيه اللي هي المركز المكعب هذا مال الحكومه المطاحن أيه والشعير, أيه؟ والشعير والشعير وتخلطه مع شويه خبز كان وتحطه بس تخلط لهم خلطه وتعطيهم خلطه وتعطيهم عاد يعني ترى العنز ما تاكل بكثره يعني ما تاكل مو نفس الغنم مو نفس الغنم اقل اقل ولا صار الليل وانت بكرامه تبن عاد لا تبان انواع آه يعني ما شاء الله نقول ثلاث وجبات لها ثلاث وجبات رئيسيه الا المطفل عاد تكرمها عادي آه. لان المطفل تاكل وتحتاج حق الحليب حق ولدها تربيهم مم. فلازم تغذيها غذاء كامل عشان مم. تربي عيالها مضبوط خذ ولي تكلمنا عن الالوان اللي عندك ما شاء الله تبارك الرحمن عندك الوان معدده كلمنا عن هالالوان هذه طبعا اللون الاساسي بالعنزه العرضيه اللون الاربش اللي صورناه اللي هو السوداء اي الشعره سوداء كامله وعليها بياض هذا اللون الاساسي حلو وعندك اللون الثاني الحمر هذه الحمراء مات الاولين يحبونها م. هي على العطره والشحب والشهبه هذه يعني اللي لهم يحبون خص الشياب يحبونها في هذه الشياب ايه. لان موجوده ببيوتهم تذكرهم بيوتهم ايه. اول ايام جبله والمرقاب و... ايه. ف و... وشرق لا يزعلون علينا شرق <applause> وعندك البرقه اللي صورناها البرقه هذه انا ذوق الخاص على قولتهم في ناس يعني يحبون اللون هذا الابيض اللي هو ابيض مع الاسود ايه. انا احبها ليش لان اول عنز حطيتها هي البرقه أيوة اللي ابيض واسود فعشان كذي احبها أيوة. وعندك الشهبه هم هم لون قديم، الشهبه ما ما تكون متواجده بالمراح وايد، دائما ثنتين ثلاث تطعيم، ما في مراح كامل كله شهب عرفت؟ م. فهذه كل الالوان كلها تطعيم، الصفراء اساس والربشه اساس، م. والالوان هذه يعني تكون متواجده بالمراح اها حلو، الله يبارك لكم الله يبارك الله يبارك فيكم وكلنا كسؤال اخير شنو تنصح اهل المعزه بتربيتها وشلون يحافظون عليها؟ يحافظون عليها البعد عن الاحزاب اول شيء، هذا احنا نتأذين هالشغله هذه أيه هذا طبعا أيه. احنا مع الناس كلها ودنا كل اهل الهوايه يجتمعون على شيء واحد وما ودنا يعني تصير الحزازيات م. والمعزه هذه بعدين يعني هذه عنز وهذا تيس شمال م. انا هذا فلان اسبه وهذا غلط عليه م. هذا اهم شيء عندي بالهوايه كنصائح ثانيه يعني اهم شيء تهتم بنظافه المحصار هذا اهم شيء نظافه المحصار والتطعيم اول باول والتطعيم ايش شيء التطعيم مش تطعيم, تطعيم يعني شلون اي تطعيم المعزه هل كل سنه ولا لها شهريه كل سنه دول. كل سنه, كل سنة هي. نوع انواع معينه من التطعيم يعني اللي هو اول شيء بهجير <applause> بعدين نسيت اعوذ بالله من الشيطان <applause> بهجير ويا الرئوي والمعوي <applause> هذول اهم ثلاثه والبي بي ار هذول اهم اربعه لازم تطعمهم كل شهر تسعه <applause> عرفت توقت نفسك هذا اهم تطاعيم تطعمها اهم شيء تلتزم و ونظافه المكان وبعدين عاد في شغلات ثانيه يعني انت احنا تكلمنا عن الغذاء اهم شيء الغذاء اساس عاد في شيء في فيتامينات تعطيها آه في يعني بالصيف فيتامين سي تعطيها يرفع المناعه شوي تعطيها فيتامينات انواع ثانيه بس بالشتويه دبس التمر تحطه التمر حق الدافع الحامل لازم تمر شوي يلين البطن بس مو بكثره يعني الفيتامينات العناصر مهمة حق شعرتها يعني الأنواع موجودة متوفرة بالسوق عسى الله يبارك, الله يبارك لكم ويزيدكم إن الله شاء الله, يبارك فيك الحبيب. ومن هالأمام ما شاء الله تبارك الله الرحمن حلالكم وانتاجكم ما شاء الله من اروع ما يكون الله يرحمه تبارك الرحمن عسى الله يبارك لكم الله يبارك ومشكور فيك. على على دعوتك العفو لنا وعلى اللقاء السريع هذا الحلو رحم الله والديك مشكور على المعلومات العفو العفو يا غالي الله يسلمك اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا وفينا وياكم ونشوفكم ان شاء الله بلقاءات اخرى السلام عليكم